نبدأ نسجل يا شباب، نبدأ الحلقة 35. المفروض بدأنا نسجل ولا مبدأش يا شباب؟ بدأ يا باشا يسجل. بدأ؟ طيب. ما جاتش رسالة يعني اللي هي بتيجي ريكوردينج بروجرس. جات عندنا يا باشا. طيب طيب. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده الحلقة بتاعتنا رقم 35. ما زلنا في سادس حلقة أزرجار لور سيرد ليك ديفكت، لكن الحلقة 35 عموما، والحلقة رقم 6 في اللور سيرد ليك ديفكت. هناخد البارتيشن الأولاني لور سيرد، حالة من الحالات اللي أنا مشايرها على الجروب، وفي البارتيشن الثاني إن شاء الله هناخد حالة من الحالات اللي الزملاء مشايرينها على الجروب. دي في ميل بيشنت كان عندها I think about 35 years كانت نيرس، وكانت بتعمل عملية تثبيت فقرات، والعينة كانت نايمة برون، والدايثيرمي محطوط تحت رجلها وحصل لها this burn. الاوبشن بتاعتكم يعني ده الهس بتاع الحالة، اعتقد ان هي كانت دايبيتك كمان وكانت تمريض، وكانت بتعمل عملية تثبيت فقرات في أحد المستشفيات بدون داعي بقى لذكر الأسماء المستشفى يعني، وزمايلها حطوا لها الدايثيرم تحت رجليها يعني، ونتج عنها this form of burn deep burn. إيه رأيكم يا شباب؟ احد الزملاء على الجروب دكتور محمد حالي، يعني طبعا احنا شايفين الحاله دي من زمان قوي، عارف كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه واحنا طيبين جميعا. هو اليكس بوست بون دي كورتيكيشن ويز بوسيبيليتي اوف فاك ابلكيشن زين ريكونستراكشن ويز ثيك سبليستيك سكين جرافت. ده الاوبشن اللي اقترحه زميلنا الدكتور محمد عبد الهادي. ات از ا بيزل اوبشن اذر medial head gastrocnemius, medial hemisoleus, distally based, medial hemisoleus distally based يقصد, random button fish cutaneous flaps, peroneal artery perforated flap, peroneal artery based propeller flap. يعني دكتور محمد الهادي او محمد هادي اقترح علينا خمس حلول تقريبا او ست حلول. اول حاجه قال هيعمل بوند كورتيكيشن ونحط سبليستيك سكين جراف بعد ما يحط فاك ثيرابي، و قعد تاني ميديال هيد جاستروكنيميس ماسل فلاب، بعدين ميديال هيد هيموسونيوس ديستالي بيز، وبعدين راندم باتر فيش كوتينس فلابس، وبعدين برونيال ارتري برفوريتور فلاب او برونيال ارتري بروبيلر فلاب. ايه رايكم يا شباب في الاوبشنز اللي زميلنا مقترحها دي؟ ولو حد عنده اوبشن تاني يقولها بحيث ان احنا نعمل دسكشن على كل الاوبشن اللي انطرحت على الجروب. ايوه يا باشا، السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا يا باشا، احنا الاول بس هنعمل اناليسيس طبعا للون، طبعا حضرتك قلت الهيستوري بتاعه وكل حاجه، بس احنا هنعمل اناليسيس لان في طبعا في وند موجود على النيه فوق برضو، ما ينفعش نقفله، لازم على الاقل نشوف هيمشي بالدريسنج والانفكشن بتاعه ونحافظ عليه. بالنسبه بقى للديب بيرن اللي موجود تحت ده اللي هو على التشوف تيبيا ميديال اسبكت، ده البون انا شايف شكله مش حلو، لو حتى هو اكسبوزد كده بس انا شايف شكله مش حلو، فاحنا برضو كان نعرض عظام الاول، ومهم جدا ان احنا نعرض عظام نشوف الدنيا فيها ايه، عشان لو هيحصل ديبريدمنت البون ولا حاجه قبل ما احنا نفكر في الكفرج بتاعنا. بعد كده نعمل له طبعا دوبلر، ولو في مشكله في دوبلر ولا حاجه نعرضه برضو قوايا الاول، وبعدين نشوف الاجراء بتاعنا من حيث الكفرج بتاعنا. تمام، يبقى بنعمل. اتفضل يا محمد. اتفضل حضرتك يا باشا. كمل كمل، اتفضل كمل. وطبعا بالنسبه للميديال هيموسوليس انا شايف ان هي ما تجيبش الديفكت اللي تحت لو احنا بعد ما عملنا الاجراءات الثانيه ديت يعني، لكن طيب. انا شايف ان هنعمل اناليسز الاول زي محمد، دكتور محمد عوض ما قال اتس فيري امبورتنت، فيري امبورتنت ان احنا يعني ده كان سببه مونوبولر دايثيرمي. احنا عارفين يعني هي النقطه دي، يمكن انا جايب الحاله دي لمالتي اسبكت يا جماعه، يعني دي تمريض زميلتنا في المهنه يعني،
حصل لها this major burn تمام حاجة iatrogenic تعتبر يعني. فإحنا يعني النقطة إن إحنا دي مسؤولية الجراح مسؤولية الجراح أولا لأن الدايثيرمي الجراح هو في أوضة العمليات هو المايسترو هو المسؤول عن كل حاجة المفروض يشوف كل حاجة ويطمن على كل حاجة يشوف الدايثيرمي الأرض محطوط كويس ولا مش محطوط كويس العيان معزول كويس ولا مش معزول كويس وطبعا ده كان موجود أيام الدايثيرمي اللي هو الحديدة اللي كانت بتتحط دي وكان بيلف على حتة قماشة ويحطوها تحت الرجل اعتقد ده ما عادش موجود في اماكن كتيره خالص ما عدا بقى موجود لسه في بعض الاماكن الطيبه كده يا باشا لا والله يا محمد يعني غلط استخدامه بعد اذنكم يعني لان التكلفه الفعليه بتاعه الدايثيرمي العادي ما هيش عاليه ولا حاجه ده اي حاجه بسيطه خالص يا باشا اعتقد ده 25 جنيه تقريبا او حاجه كده يا باشا الارض بتاع الدايثيرمي ده ب 25 جنيه زي ما بيقول الدكتور محمد في بعض الناس بتكسل تجيبه فالنقطه دي اولا غايه في الخطوره يا جماعه يعني احنا الاول سبب الحرق دايثيرمي بير احنا عارفين الانواع الدايثيرمي ولا مش عارفينها الشباب اللي معانا عارفين انواع الدايثيرمي ولا مش عارفينها يا باشا اللي هو مونو بولر دايثيرمي والينو بولر او اللي هو الباي بولر يعني بالظبط كده يعني الباي بولر ده يعني هو مور سيف عن المونو بولر المونو بولر مشكلته ان هو العيان بيبقى هو الايه في الدايره مع الـ مع الـ مع الاذر بول يعني فيعني هو العيان هو اللي بيكمل الدايره يعني فانت يعني الالكتريستي بتمشي في العيان كلها بس فانت لو العيان بتاعك مش معزول كويس ولا انت مش doesn't take your care كويس فانت يعني هتلبس في الحيطه ب this problem اللي هي يعني هقول لكم في النهايه الحاله دي حصل فيها ايه لكن يعني it's very important ان انت ما تحطش نفسك في medical legal problem زي دي فانت تاني الجراح مش القصه ان هو يدخل يمسك مشرط يدخل يقطع في العيانه بس لا الجراح هو المسؤول بتاع الفريق الطبي بتاع كل حاجه هو مسؤول عن عايز اقول لكم عن انستيزيا مسؤول عن اوضه العمليات مسؤول عن التمريض اللي موجود مسؤول عن لو شاشه اتنست في العيان هو الجراح هو المسؤول لو آلة نست في المريض الجراح هو المسؤول لو المريض حصل له مشكلة أيا كانت المشكلة زي الحالة اللي بتاعتنا دي الجراح هو المسؤول فإحنا تاني إحنا جراحين المفروض نبقى مركزين في كل حاجة دماغنا مشغول بكل حاجة السيركل حوالينا دي مسؤولية It's very important النقطة دي يا جماعة تمام؟ طيب دي نقطة النقطة التانية this burn احنا عندنا two burns زي ما قال محمد عوض عندنا واحد على الني شكله حاجه superficial مفهوش اكسبوجر ولا حاجه و this not the problem يعني احنا عندنا المشكله الكبيره هنا في البيرن ده ان هو يعني ده يعتبر fourth degree burn يا جماعه مش third degree بس يعني يعتبر fourth degree burn لان البون نفسه حصل فيه burn في نفسه يعني احنا عارفين الكونتاكت بيرن هو كونتاكت الكتريكال بيرن كمان الاثنين فهو بدا يحصل بيرن والبيرن يعني عمل زي كل اللايرز بتاع السكن والسبكوتينس تيشو احنا عارفين الشيم بتاع التيبيا ما عندهوش موصل فوصل لحد الايه لحد البون وعمل نكروزس في البون طيب ده البوزيشن العيانه ما عندهاش انذر بروبلمز بس مبدئيا يعني دكتور محمد كان بيقول ان احنا نشوف العيانه هل فيها فاسكولار بروبلم ولا لا ما عندهاش فاسكولار بروبلم العيانه ما عندهاش قلنا بس ان هي دايابيتك قلنا ان هي كانت الايج بتاعها حوالي 35 سنه هاز نو ميديكال بروبلم اكسبت ان هي كان عندها ديسك وكانت بتعمل ديسكتومي ونتج عنها البيرل ده this for reconstruction ايه رأيكم يا شباب احد الزملاء اقترح شوية حاجات دكتور محمد هادي هنناقش لكن حد عنده اوبشن تاني غير الاوبشن اللي قالها دكتور محمد هادي هو انا بصراحة بس معاه بس في موضوع الفيشو كوتينس سواء بروبيلر اللي هي البرونية البرفريتور يعني تمام يعني انت مؤيد البرونية البرفريتور دكتور محمد لكن بقية الحلول اللي اقترحها دكتور محمد هادي والراندم باتر ان برضه فيش كوتينس ده برضه حل برضه ممكن ناخده مش راندم باتر ان بقى دلوقتي اللي هو بالدوبلر يعني انا ممكن ناخد راندم برفريتور ونشتغل عليه يعني طيب بس في رجلي اعتقد ما فيش راندم برفريتور لانهم متحددين شويه في الرجل
عكس بقيه الجسم يعني يا باشا. طيب واحنا ما عادش عندي حاجه اسمها راندم يا محمد خالص في لابس يعني. راندم اكزياليتي بس يا باشا يعني. احنا بواقعيين ما عادش عندنا حاجه اسمها راندم في لابس يعني. راندم في لابس كان 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 قبل البلاد سبلاي بتاع البدن ما يتعرف، كنا بنقول راندم في لابس، ما كانش حد عارف البلاد سبلاي جاي منين ولا ماشي ازاي. لكن القصه اتغيرت قوي دلوقتي يا شباب، دلوقتي كل البلاد سبلاي بتاع البادي كله معروف دلوقتي يعني. انا مفيش صمت في انجيزوم محترم وفي بيرفورزوم كمان دلوقتي يا باشا تمام. انا بقول لك مفيش مكان في الجسم مش معروف البلاد سبلاي بتاعه. فقصه ان هي راندم في لابس دي ما عادتش موجوده يعني. احنا ممكن نقول راندم اكزياليتي بالنسبه لنا يعني، يعني هي اكزيال بس انا مش عارف البلاد سبلاي بتاعها بالظبط. تمام. ودلوقتي مع البورفري مع زي ما بيقول الدكتور محمد زميلنا، مع وجود الدوبلر والدوبلر افيلابل دلوقتي مع كل واحد معانا، ومتاح ان انت ممكن تجيب الدوبلر وتسمع البورفريتورز اللي موجود وتحاول ان انت ايه تاخد النير باي تو ذا ديفكت وتقدر تقفل الديفكت. لكن احنا عايزين نعمل اناليسز مور ان ديبس يا جماعه يعني. احنا لو هناخد الاوبشن الاولاني اللي قاله الدكتور محمد هادي ان احنا هنعمل بون ديكورتيكيشن وبعدين نحط فاك وبعدين نحط جرافت، ايه رايكم في الاوبشن ده؟ وانا بصراحه يا باشا يعني انا اجنست بصراحه الكلام ده، عشان انت في تشين اوف تيبيا في الحته دي بالذات يعني معرض طبعا انه يحصل كونتراكشن عنيف على البتاع، فيوسع الديفكت اكتر ويحصل مشاكل اكتر او ممكن يحصل ألسريشن فيها برضو. فبصراحه انا طيب يعني حد شايف الحل ده حل يا شباب؟ سبوز دبون نعمل بوندي كورتيكيشن او نحط فاك عليها، ايه رايكم؟ وطبعا احنا نعرض الحل عظام ده حاجه مسلم بيها وحاجه خلصانه. احنا لازم يبقى معانا حد عظام، لازم هيجي يعمل ديبرايدمنت كامل ويشيل لنا كل النكروتيك بون لحد ما يوصل لهيلث تيشو تاني. ده احنا بنتكلم عن مالتي ديسيبلينري تيم، ما ينفعش ان انا يعني انا ادخل وانا الطبيب الجراح الشجاع ان انا ادخل اشيل البون واغطي واعمل كل حاجه. لا لازم تجيب حد لازم تجيب حد عظام هو هيبقى مسؤول عن الايه عن البون فيها، بحيث ان هو ما يسيبش ريمينانس ولا حاجه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ايفن حتى لو في اوسمولايتس ولا حاجه ليتر اون هو اللي يتعامل مع الحاجه. فاحنا هنجيب عظام مبدئيا. النقطه اللي انا بتكلم عليها العظام هيشيل، هيدخل يشيل الاوتر تيبل ده اللي هو شكله بقى نكروتيك، ده اكيد هيشيل لنا الاوتر تيبل ده وهيسيب لنا بقيه البون لحد ما يوصل لهيلس بي. نقطه ان احط فاك على اكسبوزد بون يا جماعه دي نقطه غايه في انا ضد جدا غايه في الخطوره، وبقت كتيره قوي الايام دي. كتير جدا نلاقي احد الزملاء يوم رايح اكسبوزد بون اكسبوزد تندون يوم رايح حاطط عليهم فاكتر. عندنا strong indication و absolute indication for flap cover اللي هو exposed bone و exposed tendon. يعني عندنا exposed bone و exposed tendon بعد اذنكم ما تحطش عليهم vac therapy وتستنى لحد ما يحصل جرانيليشن تيشو. الست دي لو احنا ملاحظين على الادج بتاعت الالسر بتاعت برضو بدا يحصل سلافنج للسكن، لان السكن كان نكروزس وكان موجود نكروز سكن اسكر يعني، وسابوه لحد ما بدا يحصل سيبريشن وبدا يحصل البون ده اكسبوز. وبعدين شايفين على الايدج بتاع الوند اهو بدا يحصل ايه، بدا يحصل جرينيشن تيشو كانوا يعني منتظرين يحصل كريبنج فيها او يحصل هيلينج للايه للالسرز. ما اعرفش كان ايه السر ان هم قاعدين منتظرين ما بيعملوش حاجه، بس ممكن نعذرهم لان دول كانوا تقريبا مخ واعصاب وسابوا الحاله برضو نيجليكتد ايفن بعد الايه بعد ما حرقوها بالمنظر ده. تمام. طيب لكن احنا انا ضد نقطه ان احنا نعمل بون ديكورتيكيشن ونحط فيك، او بعض الناس بيقوموا جايين على البون اكسبوزد بون ويعملوا له دريلينج بالظبط كده يا محمد دريلينج ويحطوه على فيك. تمام. ضد يعني ضد النقطه دي. وتاني بنقول تاني ان اكسبوزد بون الماكسيمم تايم ان انت تسيب البون اكسبوزد 24 ساعه 48 ساعه ماكسيمم، بس بعد اذنك ما تسيبش البون اكسبوزد اكتر من كده. يعني لما يجي لك عيان في الحوادث والعيان ده عنده تروما وعنده اكسبوزد بون اكسبوزد تندون وهتجهزه ان انت عشان تعمل له كفرج ما تغيبوش اكتر من كده باي حال من الاحوال، الا لو عندنا مشكله كبيره قوي
في العيان جنرالي. يعني العيان جنرالي مش هينام، العيان فيه جنرال بروبلم، في حاجة أكبر من رجله، عنده انتن الهيموريج، عنده مشكلة كبيرة، عنده. فلو هو كده يبقى احنا هنويت بالحاجة اللي هي less importance عن اللي هي الحاجة المور ايه، حاجة المور importance. مور importance ده البريورتيز طبعا يعني، تمام. لكن كنا نعمل بون يبقى عندك سبوز بون واقول ان احط العيان على فاك، لا يعني ده يعني المبدأ ده غير مقبول. تاني يعني انت بتعرف تعمل العيان اعمله، بتعرف تعمل العيان يعني جيب حد من زمايلك يعمله، يا اما تحول العيان لانظر سنترز او انظر كونسلتنت ولا حاجه يحل مشكله العيان. تاني يا جماعه it's very important exposed bone and exposed tendon is the absolute indication for flap coverage. دلوقتي يعني احنا لو شفنا الانديكيشن فور فلاب كفرج كبرت قوي، ما عادتش زي ايام زمان. ايام زمان كنا بنقول بيطلع لي رساله النت نوت ستيبل، الصوت واضح؟ واضح يا باشا. طيب بنقول تاني جدا اكتر من 25 انديكيشن دلوقتي بعد ما وسعنا الجزء بتاع الفلاب والاناتوم بتاع الجسم بقى معروف والبلد سبلاي بقى معروف. لكن الابسوليوت ستيل ليس بريزنت الابسوليوت انديكيشن فور فلاب كفرج اكسبوزد بون واكسبوزد تندون. النقطتين دول يعني بعد اذنكم ما تقوليش ان انا اغطيه بحاجه تمبرري او احط عليه مش عارف ايه، او ان انا هعمل دريلنج للبون واخليه يطلع عشان يعمل جنكشن تيشو، اهو اعمل بوند كورتيكيشن زي زمنا ما قال هنا واحط عليه فاكتيرا. الكلام ده كلام مش صح وكلام مش مظبوط، تمام. ده الاوبشن الاولاني اللي اقترحه زمان. الاوبشن الثاني يعني قال لك ميديال هيد جاستروكنيمس. ايه رايكم يا جماعه؟ بعيدة جدا. تمام. طب حد شاركنا رأي كده تاني من الزملاء بعيدة ليه؟ حد تاني غير زميلنا دكتور محمد عوض؟ الناس كان كده مخايفة تتكلم أو مش راضي تتكلم، مش عارف ليه يعني. ليه الميديال هيد جاستروكنيمس ما تجيش هنا؟ شباب حد شاركنا الرأي؟ الميديا هيد جاستروكنيمس البلد سبلاي بتاعها منين يا جماعه؟ من الشورى الارتل. عمري اسف جدا يا جماعه، معلش النت عندي في مشكله. الو رجع يا محمد كده النت، معلش فصل شويه فصل دقيقتين كده يا باشا، مش مشكله. الشاشه عندكم ظاهره ولا حضرتك عملت شير يا باشا ولا لسه؟ لا ما عملتش تاني، اطلع واعمل شير. لا على طول يا باشا مباشر اعمل شير. بس اعمل شير. هي الشاشة بتاعتي ظاهرة عندي على الكمبيوتر، مش ظاهرة عندكم كده؟ محمد ظاهرة عندكم كده؟ ألو؟ فصل تاني يا محمد.